يسهر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل راحة الشعب وتوفير حياة كريمة له، لذلك يتابع عن قرب كل ما من شأنه توفير الرفاهية للشعب. الانقطاع المتكرر للكهرباء في العديد من المدن التشادية جعل فخامته يدعو المعنيين بتوفير الكهرباء إلى اجتماع بالقصر الرئاسي، وهم وزير البترول والطاقة محمد حامد كوا، وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلين، وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبران. في بداية الاجتماع تساءل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لماذا الانقطاع المتكرر للكهرباء في فصل الصيف الحار، بالرغم من أن الحكومة تدعم الشركة الوطنية للكهرباء بالوقود الذي تصل تكلفته سنويا 60 مليار فرنك سيفا. ومن ثم تحدث الوزراء عن أسباب عدم توفير طاقة كهربائية كافية، وفي خلال الاجتماع اتفق على تأسيس لجنة التوجيه الاستراتيجي، وهي لجنة مكلفة باقتراح حلول لأزمة الكهرباء في فترة متوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى عقد اجتماع شهري حول مسألة الطاقة الكهربائية يترأسه فخامة رئيس الجمهورية شخصيا على غرار الاجتماع الشهري حول الصحة. في خلال الاجتماع صدرت من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو توجيهات صارمة تتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية، ودعا المشاركين في الاجتماع إلى تقديم خطة استراتيجية شاملة لإيجاد حل لمسألة الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، مع الأخذ في الاعتبار الطاقات المتجددة.